السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده قوي جدا اسمها وول فروم دي في اللاين. انت بتدي له دي في اللاين ويبدأ يرسم الوول بالشكل دوت. تدخل لوحة الاوتوكاد وتعرف ايه اللاير اللي عليها الوول، وبعد كده بتبدأ تعمل سيلكت دي دبليو جي تو دي في اللاين وول، فهو بيبدأ يحول كل ده لول. بتحدد نوع الول اللي انت عايزه، الكليرنس قد ايه، طبعا ده بيوفر وقت كتير جدا.